فيديوهات مسربة لمحمد صلاح تثير الجدل في مكان أغلبه بنات بالميوهات، رأس وتنطيط وحركات جريئة ومختلفة عن صلاح تماماً. بس يا ترى إيه المكان ده؟ وفين المكان اللي بيرقص فيه؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. أبو مكة ساب زوجته والبنات وطلع ينبسط وسط أصحابه، استغل الأجازة اللي النادي فيها وقال يتمتع شوية قبل ما يرجع للمباريات تاني. بس غريبة قوي ظاهر في فيديوهات اتسربت ليه وهو ماسك كاس في إيده وعمال يرقص ويتنطط وسط أصحابه. مش كده وبس، لأ ده كمان المكان اللي كان فيه مليان على آخره بنات وكلهم بالميوهات وحاجات غريبة أول مرة نشوفها مع محمد صلاح. المشهد الغريب اللي شافه الجمهور لمحمد صلاح أثار أسئلة عند الجمهور، لدرجة إن موقع القاهرة 24 الإخباري نشر جزء من فيديو وقال إنه مسرب لمحمد صلاح وهو حواليه بنات كتير ومعاه أصحابه وبين عليه إنه بينبسط معاهم. لكن الموقف كان مختلف عن أبو مكة اللي ما ظهرش قبل كده بالشكل ده ولا بالحركات الجريئة دي قبل كده. مش بس كده، لكنه مش من عادته انه بيظهر في تجمعات بالشكل ده. ما علينا من المواقع الإخبارية العربية، نروح دلوقتي لموقع ديلي ميل الإنجليزي اللي نشر صور كتيرة لمحمد صلاح وهو في العطلة الصيفية مع أصحابه. واتضح ان محمد صلاح كان في عطلة صيفية مع أصحابه في منطقة ميكونوس باليونان، ودي منطقة رايقة على الآخر، بحر وشمس حلوة وحاجة آخر دلع وانبساط. بيروح عدد كبير من المشاهير لما يحتاجوا يروقوا على نفسهم وينبسطوا شوية وينبسطوا فيها على الآخر. هم شكلهم كده لأن محمد صلاح ما كانش لوحده في الطلعة دي، ده كان معاه عدد كبير من أصحابه منهم العرب وغير العرب، كلهم كانوا بينبسطوا بالأجواء في منطقة ميكونوس باليونان، حيث الأجواء الرايقة، الهواء الحلو والمية الصافية اللي تشوف إيدك فيها. محمد صلاح في الطلعة دي كان لابس شورت، بس طول ما هو قاعد الشاطئ قريب قوي، ولابس في نفس الوقت سلسلة معلقها في رقبته. مش معلوم بالضبط السلسلة دي مكتوب عليها ايه ولا ايه لازمتها اصلا، ممكن يكون ليها دلالة عند محمد صلاح في حاجة، وممكن برضو يكون لابسها كده وخلاص، مش معلوم سرها ايه لحد دلوقتي. اللافت بقى ان المنطقة اللي كان فيها محمد صلاح دي هي نفس المنطقة اللي مضى فيها العقد الجديد مع ليفربول، العقد ابو ملايين الملايين ده. لو فاكرين الصورة الشهيرة لمحمد صلاح وهو بيمضي اغلى عقد ليه لحد الان، العقد اللي مضى وهو لابس شبشب وبيصيف، وادارة ليفربول بعتوله حد بالعقد لحد عنده علشان يمضي. متخيلين محمد صلاح وصل لحد فين دلوقتي؟